قال الاستاذ احنا في الحقيقه خصنا نطبقوا الاغنيه ديال عبد الوهاب الدكالي سوق البشريه. فين الحكومه؟ فين المجتمع المدني؟ فين الوزاره؟ اللي خصو يعرفوا الضحايا ديال الانترنت ما نخرجوا دابا من الابتزاز تشويه وهذا صورني وهذا. احنا غنهضروا على واحد الدائره اخرى خطيره اللي كاينه وهي ديال المواقع الاباحيه والمواقع الجنسيه ديال هاد الدراري وهاد الدريات اللي كاين في الانترنت. الناس هذوك القناصه ديال الماركتينغ اللي كاينين في اللي عندهم مواقع ديال البورنو في الانترنت في العالم عرفوا المغرب وعرفوا مصر وعرفوا العرب شنو كيقلبوا. فخداو هذيك الدراسات قالوا بلاتي العرب كيقلبوا على العربيات، كيقلبوا على الجنس وكيقلبوا على العربيات، الفضول ديالهم ما بقوش باغيين الشقراوات فاحنا غنعطيوهم ديالهم. باش وفروا ويربحوا واقتصدوا على الفلوس ما مشاوش دبروا على في الاول العربيات ولا سميتو، مشاو شدوا التصاور اللي كاينين في الفيسبوك ديال كل شخص. وانا نتحدى اي واحد يدير ان غوشاش غيلقى جارته في البيجاما صوره كيقول لك الجنس عربي، ملي كتلقى كتلقى هذيك لا فوتو كتبان لك الدريه مغربيه ولا مصريه ولا سميتو، كتكليكي وراك تكون بنت الدرب. ملي كتكليك لا فوتو كتبان لك الدريه مغربيه ولا مصريه ولا سميتو، كتكليكي وراك تكون بنت الدرب. ملي كتكليكي كيديك هو باش كتشري انت، ملي كتدخل بالنسبه لنا كيتصيد وكيكليكي وباش كيشري ديك الفيديو ما كيلقاهاش هذيك الفتاه اللي شاف، ولكن راه دار بها ان برودوي دابيل يعني استقطاب. استقطاب. وهاد التصاور اللي كاينين دابا اللي شفنا هاد مؤخرا كاينين النص ديالهم كاين في الانترنت في المواقع الاباحيه. دابا ما نتفاجئوش الى غدا لقينا، ما فهمتش كيقول لك افراط نكونوا وسط، ولكن واش من حق، ماشي ما نعطيش الحق ولا نحيدو، واش شنو هو كيعني صوره بيجامه، صوره بيجامه دنعاس، صوره بديباردور، صوره بسوتيان غورج، شنو كيعني باش نحطها انا في فيسبوك؟ وملي وكنكون كنضحك باش نوريها للدراري، وملي كنطيح في المشكله عاد كيقول لك انا مشيت ضحيه، انا جاتني حاله انتحار. لا اسمح لي، راه بنادم يكون في الاول ملي كتقول لهم حيدوا دوك التصاور، دوك مشغول حتى شي واحد. إذا تحمل مسؤوليته حتى لآخر لحظة. حنا ما نقولوش لا ما حنا ما نمنعوش الإنترنت، الوالدين كيبقاو يشريو، غادي يبقاو يشريو، غادي يبقاو يفهموا غلط، راه ولادهم كيقراو بالإنترنت، حيت كيف ما قلت ما كاينش قرارات، ما كاينش مجتمع مدني، ما كاينش تحسيس، ما كاين حتى شي حاجة. كاين واحد النقطة خصهم يعرفوا هاد الناس اللي كيدخلوا للإنترنت، أن لي باترون ديال السوسيتي كيديروا دي كونفيرونس، كيديروا منتديات، عندنا بفلوس اجيو كيفاش تخدموا الناس اللي كاينين في الفيسبوك، كيديروا دي كونفيرونس، كيديروا منتديات، عندنا بفلوس اجيو كيفاش تخدموا الناس اللي كاينين في الفيسبوك، جيبوا السيفيات، هذا قلبوا عليه في الانترنت شوفوا شنو كيدير، قلبوا عليه في الفيسبوك كيفاش تقلبوا، حيت هادوك عندهم الفلوس وكيمولوا الدراسات وكيمولوا باش يخدموا العمال، ولكن هذوك العمال علاش يمشوا ضحيه؟ هاد العمال هما هادو 13 و14 و15 و16 سنه اللي غادي ومن بعد غادي يقراوا وغادي يكبروا، كيفاش غنوجدوا حنا المجتمع؟ كيقول لك هذاك المجتمع خصو يقرا، دونك خصنا نكونوا مورا نوريها كيفاش تقرا، كيفاش تولي حتى حنا خص المجتمع المدني يولي عكس التيار. هو عيط لهذوك الشباب يقول لهم شوف ما تصيدوش، راه لي باترون ها كيفاش كيقلبوا عليكم، فانتم ما تدخلوش الانترنت، ها كيفاش انتم تقل تدخلوا وتخبيو الشخصيات ديالكم وتخبيو دوك التصاور. دونك هذا هو المشكل اللي كاين دابا. نشوف حسين الزقلا كاين شي ردود فعل اخرى ديال المشاهدين. نعم، اذا مجموعه